هذا بالنهار اللي هنا المجلس الاعمى للقضاء، هالمجلس اللي ماشي في بالهم انه كانوا يدافعوا عن القضاء، جيناهم قالوا لنا راهو نحبوا نسمعوكم اش فما. قلت لهم قبل يوسف وزاخر، قلت له قبل ما تبدا تسمعنا نحب نثبت منكم تعرفوا تقروا، اعضاء المجلس الاعلى للقضاء تعرفوا تقروا، وهذه حاملين عليها زملائنا المحامين والقضاة والناس اللي كانوا حاضرين. قلت له تعرفوا تقروا، خاطر احنا من 2014 من هاي الوقت القديمة ومن بعد من المجلس الاعلى للقضاء من 2016 نقدموا له بشكايات ولا واحد فيهم كراها، نقدموا له بشكايات ولا واحد يعرف فيهم جملة جاوبونا عليها، نقدموا له بشكايات ولا طلع عليهم لا الاعضاء ولا يوسف مزاخر ولا جاوبونا حتى نهار، الى ان دخلنا على بشير العاكم وقلنا له احفظ ولا حيل. وقتها فجأة فاقوا من سباتهم وقالوا تعالوا نسمعوكم نحبوا نشوفوكم اش صاير فيكم، ومن بعدها بعد ما سمعونا عاودوا ركبوا. اليوم تحب يرقد يرقد في داره، بس هذه مش يدور دوار. بعد شوي باش نبدوا الندوه وباش نبدوا المعطيات المتعلقه بالاجتماع اللي احنا فيه اليوم، باللمه اللي احنا فيها اليوم، بالوقفه الاحتجاجيه اللي احنا فيها اليوم، وباش نقدموا لكم اليوم معطيات جديده ما نجمناش البارح نقولوها، لانه فما وقت ضيق، ولانه الندوات الصحفيه دخل على المعايير معينه قلنا هذه باش تقال اليوم، وباش نجاوبوا على حركه النهضه اللي في غريبه بعد سنوات هذه كل عصابه بالامكانيات الماليه هذه كل ما تعرفش انه ما تنجمش، احنا شاكين بكم وقدمنا بكم شكايات قدام المحكمه الابتدائيه في تونس وقدام القطب القضائي للارهاب وقدام القطب القضائي المالي وقدام المحكمه العسكريه، احنا شكينا بكم، اشكوا بينا وقت اللي تحبوا، جاهزين اذا ما تعرفوش تعرفوا تكتبوا شكايات، مستعدين نسخروكم فريق من داخل هيئه الدفاع يكتب لكم، ما فماش ما تنجموا تكتبوا، خاطر من 2018 من 2 اكتوبر 2018 وانتم مش تشكوا فينا، واحنا نهاركم نستنوا، اتمنوا فينا، قاعدين تمنوا فينا انكم مش تشكوا فينا، وقهرتونا ما شكيتوش، اشكوا بجاه ربي اشكوا، بعد شوي باش نبدو. يا غنوشي اجا ابحث، يا غنوشي اجا ابحث وبعد اشكي، اجا اخف قدام القضاء ومن بعد قول لا يا خويا هذوما راهم غالطين ولا فيهم ولا عليهم، المهم اجا يا خويا اخضع للقانون واخضع للاستدعاءات المتتاليه انت والمشتبه فيهم الكل في القضايا، بعد ما تجي تبحث برا امشي اشكي ولا امشي اعمل شو تحب. اكيد اكيد غنوشي قتل بالعين، اكيد اكيد غنوشي قتل بالعين، اكيد اكيد غنوشي قتل بالعين. هذه وقفه رمزيه تم الاعلان عليها في سياق جمله من التحركات المبرمجه من قبل هيئه الدفاع، ونحب نقوله بصوت عالي وواضح، وانه المجلس الأعمى للقضاء كيف ما سميناه للأسف الشديد لم يكن في مستوى التطلعات والأمال اللي كانت معلقة عليه في أنه يحسن مستوى العدالة. فطبعا المجلس هذا رغم عشرات الشكايات ومئات ألف الصفحات اللي قدمناها له لم يجبنا بسطر واحد، وتعمد يعني الحماية الغير مسبوقة للقضاة المتورطين في حماية الإرهابيين، وتعمد نقلة من سولت له نفسه يعني التعاطي مع الملف بنوع من الجدية. فطبعا هو معناها المجلس هذا بتركيبته الحالية، وإحنا طبعا مانيش نتكلموا على المؤسسة، واحنا معناها ما فما حتى حد ينجم يزيد علينا في علاقه باستقلال القضاء ودفاع على استقلال القضاء، فهمتني، ولكن نتكلموا على المجلس بتركيبته الحاليه وبما قدمه خلال الولايه هذه اللي امتدت توا لاكثر من 5 سنوات، واللي ما نعرفش اذا كان انت تحس في تحسن على مستوى المرفق القضائي وعلى مستوى القضايا اللي تهم الشعب التونسي، قضايا الشهداء وقضايا الجهاز السري والقضايا اللي تهم قوت التوانسه وتهم حياتهم وحياه صغارهم ومستقبل بلادهم. اليوم وصلنا الى مسائل خطيره جدا، وراهو وقت اللي قاضي يتورط بشكل او باخر فهذا يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون، وتعتبر جريمه المشاركه اللاحقه في التستر على الارهابيين وفي التستر على الناس اللي عملت مصايب في البلاد ولليوم لم تتم محاسبتها. بعد حل المجلس الاعلى للقضاء، هل ستنكشف حقيقه اغتيال الشهيدين؟ وهل سنشاهد قضاء مستقل ونزيه بنسبه 100% في رايك؟ معناه شوف شوف شوف
مسألة حل مسألة القضاء ليست مطروحة، ليست مطروحة. المسألة المطروحة اليوم هي إعادة النظر في تركيبة هذا المجلس وفي صلاحيات هذا المجلس وفي كيفية حوكمة هذا المجلس وكيفية تسليط رقابة شعبية على المجلس هذا، كما تسليط رقابة شعبية على كل المحاكم وكل القضاة. وإحنا قاعدين نقولوا يا ناس رانا نحن مظلومين، ورانا نحن ما خلوناش حقنا في الولوج إلى القضاء، أنا ندخل ونحل باب القاضي وندخل، ما خلوناش، منعونا من مقاضاة الغنوشي و15 من أعضاده في الجهاز السري، ولم تتم معناها يتم تمكيننا من أن نكون عندنا مركز قانوني ضد الناس هذية وحمايتهم متواصلة. المسألة معناتها متاع كيفية إصلاح المرفق العدالة والعدالة في البلاد وكذا، هذه مسألة مجتمعية تهم المجتمع التونسي كامل وتهم النخب نتاعو السياسية والمجتمعية وكذا، وهذه تتناقش. ولكن في حسب تقديري أنا الشخصي كثير معلق، تقديري الشخصي أنا توتي تارفوار، توتي تارفوار، كل شيء، كل ما يتعلق بالعدالة كمرفق وبالعدالة كقيمة وبعمل المحاكم وعمل المرفق هذية وكل، معناها ما فهميش زوز توانسة يختلفوا أنه دخول التونسي اليوم لأي محكمة ما يحسش براحة وما يحسش بروحه يعني في مكان يحفظ فيه قيمته وكرامته كإنسان وينجم يوصل لحقه بشكل عادي من غير تدخلات على اليمين وعلى اليسار. الاتهامات توجهها للغنوشي بنسبة 100% في قضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرايم إن شاء الله ربي يرحمه. هل هنالك دليل قاطع خلينا نقوله يثبت تورط رشيد الغنوشي وأتباعه في مقتل الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهمي، أم مجرد كلام ومجرد اتهامات؟ أنت أعطيك فقط فكر بعقل بارد. في حالة الارتباك اللي عليها حركة النهضة اليوم واللي عليها راشد الغنوشي رأسا اليوم، لأنه الوضع المالي الجهاز السري المالي هذايا اليوم ما عادش سر، والتخابر مع الجهات القطرية ما عادش سر، واللقاءات المشبوهة مع سيخات الرئيس مدير العام اللي أريده ما عادش سر. ونفكركم أنه الغنوشي نفسه في تصريح في 2018 وقت اللي انفجر ملف الغرفة السوداء وقبل ما قاضي التحقيق يمشي يحجز هاك الكرادن متاع الوثائق اللي تهم أمن التوانسة، راشد الغنوشي عمل تصريح قال راهو مغروم السيد هذايا مصطفى خضر، راهو مغروم بالأمور الأمنية، وراهو الوثائق اللي قاهم عنده راهم قاهم لوحين قدام وزارة الداخلية. هي هيئة الدفاع عن الشهيدين هي وجهة الدعوة، وبطبيعة الحال القضية هذه ما تمسش كان هيئة الدفاع عن الشهيدين، مبدئيا تمس كل تونسي حر يحب يعرف الحقيقة الكاملة على مقتل الشهيدين. احنا اليوم في الوقفة هذه نساندوا الهيئة وفي نفس الوقت نعبروا على موقفنا واصرارنا على معرفة الحقيقة وكشف أوراق الأجهزة كلها اللي كانت اللي تثبت وكانت وراء مقتل الشهيدين وراء الجهاز السري. هذه مسألة وطنية، مسألة تمس كل تونسي، كل تونسي حر بيسير، وفي نفس الوقت هي وقفة للدعوة لتحرير القضاء، تحرير القضاء من يدين البحيري، من يدين حركة النهضة. حبوا قضاء تونسي، له قضاء البحيري وله قضاء سعيد، نحبوا قضاء تونسي، قضاء المواطن التونسي، قضاء الشعب التونسي، قضاء فعلا أساس من أسس دولة القانون ودولة ديمقراطية اللي احنا نحبوا نأسوها فعلا، مش شعارات نرفعوها، دولة ديمقراطية والقضاء متسيس والقضاء يخدم في مصالح الأحزاب الحاكمة. احنا اليوم نحبوا قضاء محايد تماما ويدافع على قضايا الشعب التونسي وعلى حقوق وحريات الشعب التونسي.